اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من اقتصاد بكره. ان شاء الله هنتكلم النهارده عن مؤشرات ودلائل نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي والتوقعات ان شاء الله في العام الجديد 2020. هيشرفني ان شاء الله استاذ دكتور محمد راشد، استاذ الاقتصاد بكليه السياسه والاقتصاد جامعه بني سويف. هو جاهز معانا يا شباب؟ المكالمه جاهزه؟ طب تحياتي يا استاذ دكتور محمد. صباح الخير يا دكتور على حضرتك وعلى كل الساده المشاهدين. صباح الصحه والجمال وصباح النور عليك. صباح الورد يا فندم. الله يخليك يا رب. تحياتي لحضرتك، و يعني في البدايه كده كنا حابين نقول مقال حضرتك الاخير في الاهرام الاقتصادي كان اكتر من رائع، وكل الافاضل اللي معاك طبعا في المقال. حابين نتكلم عن مؤشرات ودلائل نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي في مصر خلال الثلاث سنوات بداية من تنفيذه في منتصف 2016. هو الحقيقة أن مصر أعدت برنامج إصلاح اقتصادي مميز جدا، والأهم من كده لما جينا على أرض الواقع ننفذ هذا البرنامج تم تنفيذه بحرفية شديدة جدا. طبعا كل ده انعكست ثماره على المؤشرات الرئيسية للاقتصاد المصري، وده اتضح بشكل كبير جدا على أن مصر قدرت أنها تحقق معدل نمو اقتصادي وصل ل 5.6%، مكنها انها تحتل المركز الثالث على مستوى العالم بعد الصين والهند في اعلى مؤشر نمو اقتصادي. ايضا استطاعت الصادرات المصريه ان تنمو بمعدل 7% لتصل الى نحو 28 مليار دولار، ودي كانت تعتبر قفزه نوعيه ما وصلناش لها منذ زمن بعيد، وده راجع للاصلاحات اللي تمت على مستوى الاستثمار اللي اتطور بشكل كبير جدا وزاد بشكل كبير جدا نتيجه للتعديلات التشريعيه واصدار قانون مميز جدا للاستثمار، وهو القانون رقم 72 لسنه 2017. هذا القانون اعطى حوافز مميزه جدا للمستثمرين، حفزهم ان هم يجوا يستثمروا عندنا على ارضنا الحبيبه نتيجه للحوافز الضريبيه والاعفاءات الجمركيه اللي حصل عليها هؤلاء المستثمرين، وخاصه فيما يتعلق بالمناطق الحره. بالاضافه ان قانون الاستثمار ده اشار الى ان ممكن يتم رد ثمن الارض اذا تم الاستثمار والانتاج من خلال سنتين من استلام المشروع، ودي كلها كانت حوافز مهمه جدا للمستثمرين، ساعدت على زياده الانتاج وساعدت على زياده النمو الاقتصادي. بالاضافه الى ان من ابرز المؤشرات على التعافي الاقتصادي ونجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي هو ارتفاع الاحتياطات الدوليه المصريه الى حوالي 45.5 مليار دولار، وده طبعا تعتبر قفزه كبيره جدا في الفتره ما بين 2015 ل 2019. احنا كنا بنتكلم عن 15 مليار دولار، فلما بنتكلم دلوقتي عن حوالي فوق ال 45 مليار دولار ده معناه ان الاحتياطات الدوليه اتضاعفت 3 مرات، ودي هتغطي واردات مصر لثمان شهور. احنا دايما كده بنقول ايه؟ ان الحد الادنى لتغطيه الاحتياط الدولي للواردات حوالي 3 شهور، حد الامان 6 شهور. احنا دلوقتي الاحتياطات الدوليه بتغطي واردات 8 شهور، يعني ده معناه ان احنا عدينا الحد الادنى اللي هو 3 شهور، وعدينا حد الامان اللي هو 6 شهور، وبنتكلم في اكثر من 8 شهور، وهذا رقم مرشح كمان للزياده نتيجه لان قنوات النقد الاجنبي شغاله بشكل كويس جدا. ايضا احب ان انا اشير ان مصر حققت السنه اللي فاتت المركز الثاني عربيا والثامن عالميا في مؤشر الامن والامان، وده مهم جدا لان ده انعكس بدوره على تدفق العديد من الوفود السياحيه الى مصر بشكل كبير جدا ومميز جدا العام الماضي، وده ادى الى ارتفاع ايرادات قطاع السياحه الى حوالي 12.6 مليار دولار، وهذا رقم لم نصل اليه من قبل منذ عام 2010 اللي كان اعلى رقم وصلنا له كان 12 مليار دولار. ده معناه ان قطاع السياحه تعافى بشكل جيد جدا العام الماضي، كان من احد اهم المصادر للعمله الصعبه والنقد الاجنبي اللي ساهمت بدورها بشكل اساسي في تحسن قيمه الجنيه المصري اللي اتحسنت قيمته باكثر من 11%، لان احنا بدانا عام 2019 كان الدولار بيساوي 17 جنيه و87 قرش، ونهينا العام الماضي عند 15 جنيه و99 قرش، ده معناه
ان الجنيه اتحسن قصاد الدولار بمقدار 188 قرش، وده طبعا نتيجه لتحسن مؤشرات الاقتصاديه الخاصه بالقطاعات اللي بتجيب عمله صعبه زي السياحه والاستثمار الاجنبي، اللي مصر وصلت السنه اللي فاتت ل 8.5 مليار دولار، وتستمر في الحفاظ على مركزها في المركز الاول على القاره الافريقيه كاكثر جهه جاذبه للاستثمارات الاجنبيه، والثانيه عربيا بعد دوله الامارات العربيه المتحده. كل هذه مؤشرات ايجابيه اتضحت كنتيجه لبرنامج الاصلاح الاقتصادي اللي قلنا تنفذ بحرفيه شديده جدا، وكان له انعكاسه على جميع المؤشرات الاقتصاديه، وده خلى بنك زي بنك راند ميرشنت يرشح مصر في عام 2020 فأهم وأفضل دولة جاذبة للاستثمار في القارة الأفريقية في هذا العام. وده معناه استثمارات تيجي، معناه فرص عمل هتخلق، معناه صادرات إن شاء الله مرشحة للزيادة، معناه معدلات النمو الاقتصادي تفضل مرتفعة ونحقق المستهدف بتاعنا هذا العام اللي هو المقدر بحوالي 6%. كل ده طبعا هيبقى له انعكاس مهم جدا على مستوى معيشة المواطنين واستقرار مستويات الأسعار وارتفاع مستوى الدخول. بالإضافة إلى أن مؤسسات التصنيف الدولية فيتش وستاندرد أند بورز رفعت التصنيف الائتماني لمصر إلى بي بلس مع نظرة مستقبلية مستقرة، وده نتيجة طبعا للتحسن اللي حصل في جميع المؤشرات الاقتصادية وغيرها زي البطالة اللي انخفضت لحوالي 7.8% في الربع الثالث السنه اللي فاتت، والتضخم اللي تراجع بشكل كبير جدا على مدار العام الماضي نتيجه للسياسه الحكيمه والاحترافيه للبنك المركزي في ادارته للسياسه الناديه. طبعا لما اقول ان التصنيف الائتماني المصري يتحسن ده معناه ان مصر هيبقى لها قدره عاليه على انها تحصل على قروض خارجيه باسعار فائده اقل من ذي قبل، وده معناه انها تقدر تسيطر على الدين العام وتقدر انها تحقق مستهدفات التنمية الاقتصادية بسعر فائدة اقل، ولديها قدرة على جذب تمويل اكثر لتمويل برامج التنمية الاقتصادية المستهدفة. اسمح لي يا دكتور محمد، يعني اهم توقعات حضرتك للاقتصاد في 2020؟ طبعا احنا بنتوقع ان شاء الله ان معدل النمو الاقتصادي يستمر بقوة في ادائه، واحنا كنا بنتكلم السنه اللي فاتت عن 5.6%، ان شاء الله بنتوقع تحقيق 6% معدل نمو اقتصادي مستهدف. ايضا قطاع السياحه هيبقى ان شاء الله الحصان الاسود هذا العام، واتوقع ان ترتفع ايراداته من 12.6 مليار دولار العام الماضي الى حوالي 15 مليار دولار، وقطاع السياحه ده له قدره هامه جدا في خلق فرص العمل سواء بشكل مباشر او بشكل غير مباشر، لان في عديد من القطاعات اللي بترتبط بهذا القطاع، فهذا القطاع لما بينمو بينمو معاه قطاعات تانية كتيرة جدا. ايضا قطاع الصادرات من المتوقع ان هو ينمو بمعدل 10% ان شاء الله هذا العام، لترتفع الصادرات المصرية الى حوالي 31 مليار دولار، بالاضافة الى تحويلات العاملين في الخارج اللي شهدت قفزة كبيرة جدا العام الماضي وصلت لحوالي 26 مليار دولار، فان شاء الله من المتوقع انها تنمو هذا العام وتصل الى ما لا يقل عن 28 مليار دولار، بالاضافه طبعا الى الاحتياطات النقديه الدوليه من المتوقع انها تقفز من 45.5 مليار دولار الى ما لا يقل عن 48 مليار دولار. ولما بنتكلم على توقعات كلها متعلقه بالنقد الاجنبي وجلب العملة الصعبة من الخارج، ده هيكون لها انعكاس حقيقي ومهم جدا على تحسن قيمة الجنيه، وبالتالي احنا بنتوقع ان شاء الله ان يرتفع قيمة الجنيه المصري على نهاية عام 2020 الى حوالي 14.5 جنيه لكل دولار. تمام، إيه؟ انا بشكر حضرتك دكتور محمد، وفعلا كل المؤسسات الدولية وكل جهات التصنيف الائتماني أشادت بالإصلاح الاقتصادي في مصر، وكان طفرة كبيرة جدا، وكلهم متوقعين استمرار النمو واستمرار التحسن. شاكر جدا لحضرتك دكتور محمد، ودايما بنتشرف بيك، وإن شاء الله تشرفني في الاستوديو قريب بإذن الله. معانا دلوقتي سيدة من سيدات الأعمال في مصر ورائدة من رائدات الأعمال بمفهوم
حقيقي وعلمي. ومش عارف اقول ايه. دكتوره نشوه لطفي معانا على الهاتف. ايوه يا فندم، صباح الخير. صباح النور. وانا عارف طبعا الاجهاد من مؤتمر امبارح والمعرض بتاع مبادره ايدي في ايدك، لكن معلش احنا هنتقل على حضرتك في دقيقتين، تدينا نبذه عن مبادره حضرتك والمعرض. اهلا وسهلا يا فندم، معلش بعتذر عن صوتي تعبان شويه. انا مقدر يا فندم. الله يخليك يا فندم. احنا كان عندنا امبارح المبادره ايدي في ايدك، دي كانت السيزون الثالث ليها، واحنا عملنا كنا جايبين مجموعه مميزه من مصممات الازياء كانوا بيعرضوا عندنا، ومن شركات الكوزماتكس بالنسبه الخاصه للتجميل الاورجانيك. فكان امبارح المعرض بتاعنا الحمد لله رب العالمين كان ضامن ناس كويسه قوي قوي من صحاب البراندات او الاسم التجاري. تمام. مبادره حضرتك كانت بدايتها في 2018؟ كانت 2017. 2017. حضرتك معاكي اربع رعاه بشكل رئيسي، تمام كده؟ تمام. ريت توضحي لنا بعد اذنك. تمام. انا كان معايا بيان ستايل للعبايات، كان هو الراعي الرسمي بتاعي بتاع المهرجان، وكان معايا شركه مرساي للانشاءات والتعمير، وكانت معايا شركه كمان بتاع الدعايه واعلان كانت شركه ديوانيات، شركه سعوديه مصريه، وكان معايا اللجنه النقابيه للمهن التجميليه استاذ احمد سالم. تمام. انا يعني استشفيت ان في تطور كبير وعدد المشاركين زاد في الثلاث سنين، فهل فعلا في صادرات زادت لاوروبا وامريكا في قطاع التجميل والازياء في مصر بالذات ملابس المحجبات والشغل اليدوي والاورجانيك؟ طبعا. احنا معانا ناس كانوا امبارح من ضمن المشاركين، هم عندهم محلات خارجيه خارج مصر اصلا، فاتحين البراندات بتاعتهم في السعوديه والاردن وبعض البلاد الاخرى. فهم طبعا احنا بنشجع الصناعه المصريه، والصناعه المصريه دلوقتي بقت احسن كمان، يعني ابتدت تتطور عن الاول الحمد لله، وبقى ليها سوق في مصر وخارج في مصر. انا بحيي حضرتك على المبادره ومفهوم رياده الاعمال السليم والصحيح، واللي بإخواتنا في الخليج سبقونا فيه تحديدا الإمارات والسعودية، مبني على الفكرة بتاعت حضرتك. المبادرات مجموعة كيانات بتعمل مع بعض مبادرة إن هم يتجمعوا ويسوقوا ويبقى في ترويج جماعي، يبقى جروب كده بيعمل ترويج جماعي من خلال بقى أفكار كتيرة، وده بيساعد إن هم بيغذوا بعض بيدعموا بعض بينتشروا مع بعض أكتر. فانا بحيي حضرتك على المبادره، واتمنى يعني فكره سيدات الاعمال في مصر او في العرب يحذو حذو حضرتك، لان عارف مبادره حضرتك مش قاصره على السيدات فقط، وفي كتير من الشباب ومن الرجال بيشتغلوا في مجال الازياء والتجميل والحاجات دي. تمام يا فندم. انا عايز اقول لحضرتك حاجه كمان، ان احنا عاملين جروبات اكتر من 40 جروب بيننا وبين السعوديه وبيننا وبين كذا دوله، علشان الناس اللي بتبقى معانا في المبادرات دي هيفضلوا مستمرين على طول، بنعلن عن حاجاتهم وبنعلن عن منتجاتهم علشان يبقوا دايما حاجاتهم موجوده في مصر وخارج مصر. تمام. واتمنى الحاجه تبقى موجوده في الغالب العام في يعني في متناول الجميع، لان في حاجات طبعا الهاند ميد والاورجانيك بيبقى دايما اسعاره يعني عاليه شويه. ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لحضرتك، وان شاء الله تشرفيني باذن الله في الاستوديو في القريب العاجل. شكرا لحضرتك. مفهوم رياده الاعمال مش ان انا بس اعرف ادير مشروع واجيب تمويل واقلل المخاطر، مفهوم رياده الاعمال لازم يبقى فيه طريقه واضحه وثابته وفيها تطور للترويج. ففكره وجود مبادره يبقى فيها خمس ست مثلا رعاه بشكل اساسي، وبيجيبوا زمايلهم او الشغالين في نفس المجال، يبقى في علاقات وبيتعلموا من بعض وبيطوروا وبيساعدوا بعض، مش منافسه. الفكره ان انا اكبر وان انا اعرف افتح لنفسي منافذ للترويج سواء في الوطن العربي سواء في افريقيا سواء في اوروبا وامريكا. ففكره المبادرات دي هي عصب فكره رياده الاعمال عند رائدات الاعمال ورواد الاعمال. فاتمنى ان احنا يعني انا شايف ده ناجح جدا في الخليج، وابتدينا احنا في مصر نبقى شاطرين فيه في الفتره الاخرانيه، والعمليه ما بقتش يعني كان في البدايه الشباب لوحدهم والبنات لوحدهم، يعني دلوقتي بقى في حاجات فيها ميكس شويه، يعني تلاقي مبادرات بتجمع الولاد والبنات مش بس سيدات اعمال لوحدهم او الشابات سيدات الاعمال لوحدهم او شباب رجال الاعمال لوحدهم، لا بقى في ميكس شويه. فهو ده اللي بينجح الافكار وبينقل الخبرات.
وبالتوفيق. وزي ما احنا اتكلمنا مع دكتور محمد راشد من شويه، الاصلاح الاقتصادي اتى ثماره، وعشان يجيب ثماره اكتر واكتر لازم نشتغل بايدينا، لازم نطور من نفسنا، ما نعتمدش على الامان الوهمي اللي زي ما قلت 2000 او 3000 جنيه اللي هو الوظيفه الحكوميه. فلازم انت تشتغل وتتعب علشان تحقق بعد كده ان شاء الله دخل، مش هقول دخل بقى، ربح من خلال مشروعك الخاص اللي انت بتملكه بنفسك. من المتوقع ان في 2030 مصر تبقى من اكبر 10 اقتصادات على مستوى العالم. ده من احد مؤشرات نجاح البرنامج الاصلاح الاقتصادي في مصر. مصر متوقع انها تحقق 8.2 تريليون دولار خلال 2030. ومن ضمن الحاجات اللي ساعدت فيها مصر ونجحت فيها في السنه الاخرانيه لما كانت بتتولى رئاسه الاتحاد الافريقي، انها كان الرئيس بنفسه بيروح لكل الدول اللي بتسعى لتوطيد علاقاتها الاقتصاديه مع افريقيا، عشان مصر تحولت الى بوابه لجذب الاستثمارات لمصر والافريقيا. فراح روسيا وراح اليابان وراح الصين وراح كل الدول. اخيرا قبل نهايه تولي مصر رئاسه الاتحاد الافريقي راح بريطانيا. معنا دكتور ايمن حسن خبير التمويل ودراسات الجدوى، هيكلمنا عن قمه بريطانيا افريقيا اللي كانت مؤخرا من حوالي اسبوع. ازي حضرتك يا دكتور؟ انا صباح الخير يا دكتور محمد. ازي حضرتك؟ صباح النور وصباح الصحه والجمال. صباح الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. الله يخليك يا رب. اتمنى بس حضرتك تقول لنا خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي جه على طول معاه فكره القمه ما بين بريطانيا وافريقيا. تمام. بداية افريقيا دلوقتي اصبحت جاذبه للاستثمار مش لبريطانيا بس، لمعظم دول العالم. زي ما حضرتك تفضلت قلت روسيا واليابان والصين، وجد دلوقتي بريطانيا وخاصة في توقيت خروجها من الاتحاد الاوروبي البريكس. فبدأت بريطانيا فعلا تدور على اوجه استثمارات تانية او شراكات استراتيجية تانية، وبالفعل بدأت توجه استثماراتها ناحية الدول الافريقية. انطلقت القمة ديت من العاصمة البريطانية لندن برئاسة الاتحاد الافريقي واللي بيرأسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكانت القمة دي بمشاركة 16 دولة افريقية بالاضافة الى ممثلي 6 دول افريقية اخرى. طيب ليه هنا بريطانيا اتخذت هذا التوقيت بالذات، وليه هي عايزه تروح افريقيا تستثمر فلوسها في افريقيا؟ اولا اختارت التوقيت ده بالذات عشان ده توقيت خروجها من الاتحاد الاوروبي. طيب ليه افريقيا بالذات؟ افريقيا زي ما حضرتك تعلم يا دكتور بها ثروات طبيعيه كبيره جدا من مواد خام ومواد خام اوليه وزراعيه وثروات معدنيه الى اخره. ثاني حاجه تكلفه الاستثمار في القاره الافريقيه منخفضه جدا، لكن بيشوبها بعض المخاطر زي المخاطر اللوجستيه والمخاطر السياسيه. لكن في اثناء انعقاد القمه وحضور 16 دوله، بدا رؤساء الدول دول يعرضوا المخاطر دي وعرضوا ازاي يقدروا يامنوا هذه المخاطر ويعرضوا اوجه الاستثمارات في هذه الدول. كمان الدول الافريقيه فيها عدد كبير جدا من الخريجين بيصل لحوالي 22 مليون طبقا لاخر احصائيه 2019-2020. كمان افريقيا فيها ارتفاع مجال في استثمارات البنيه التحتيه. بلغ حجم الاستثمارات في افريقيا يا دكتور حوالي ما يقرب من 16 مليار دولار. فكل الدول دلوقتي بتبحث على نصيبها في هذه الاستثمارات. القاره الافريقيه بتمتلك كمان حوالي ما يقرب من 30% من الثروه المعدنيه على مستوى العالم، وكمان 12% من ثروات النفط. وكانت الاستثمارات الافريقيه في هذا المجال كانت بتركز على الاستثمارات الاجنبيه فقط او شراكات اجنبيه بشروط معينه، الدول الافريقيه هي اللي بتتضح هذه الشروط. وكان معظم الشركات ديت كانت بتقوم بعمليه الاستخراج بس، يعني ما كانتش بتخلق قيمه مضافه. فدلوقتي بريطانيا لما تستثمر فلوسها في هذه او تعمل استثمارات مباشره في هذه الدول، اصبح ان هي هتنشئ مصانع، هتجيب الات وتشتغل، وهتبدا بدل ما النشاط الخاص بها ما هي بدل ما يقوم على الصناعات الاستخراجيه فقط، لا ده هيقوم كمان على التصنيع. وعلى الرغم من التحديات اللي بتواجه القاره الافريقيه، الا ان الرئيس عبد الفتاح السيسي اشار في المؤتمر اشار لهذه التحديات اللي بتتسم بعدم الاستقرار وتزايد الصراعات المسلحه وانتشارها وانتشار ظاهره الارهاب، بالاضافه الى تصاعد القلق المتعلق بتدفقات الهجره غير الشرعيه. إلا أنه تم توحيد الجهود لتحقيق الاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي الأفريقي.
طيب محاور المؤتمر هنا ركز على ايه؟ محاور المؤتمر يا دكتور ركز على 4 محاور اساسيه. ايه هي؟ اول محور تنفيذ وتطوير مشروعات البنيه التحتيه، وكان على راسها محور القاهره كيب تاون، ربط شمال القاهره بجنوبها ومشروعات توليد الطاقه المتجدده، وكل مشروعات الطرق والربط عبر خطوط السكه الحديد. المحور الثاني هو تفعيل جميع المراحل التنفيذيه بالاتفاقات التجاره الحره القاره بالقاره الافريقيه لتعزيز حركه التجاره البينيه وزياده التنافسيه القاره على الصعيد الدولي. يعني في عندي اتفاقات دوليه بين الدول، احنا لا ده لازم تتفعل عشان يبدا يزيد معدلات التبادل الدولي بين هذه الدول ومعدل كثافه التجاره. المحور الثالث وهو القى الضوء هنا على الدور المهم للقطاع الخاص في توزيع الجهود الوطنيه للدول الافريقيه في تحقيق التنميه، باعتبار ان القطاع الخاص ده هو احد واهم محفزات النشاط الاقتصادي بهذه الدول. المحور الرابع والاخير وهو تمكين ومشاركه الشباب والمراه بدول القاره الافريقيه وتوفير فرص العمل باعتبار ركيزه اساسيه لتحقيق التنميه والاستقرار. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي، ايه هي او ما هي اوجه الاستثمارات البريطانيه في افريقيا؟ دلوقتي بريطانيا هتعمل استثمارات، طيب هتوجه هذه الاستثمارات في ايه؟ اول حاجه وده كان اهم اوجه الاستثمارات بالنسبه لبريطانيا هي الاستثمار في مشروعات البنيه التحتيه زي مشروعات توليد الطاقه المتجدده ومشروعات الطرق. ثاني حاجه الاستثمار في مجال التكنولوجيا في الاقتصاد الرقمي وتحليل البيانات. القاره الافريقيه اعلنتها صراحه انها ستدخل مجال التكنولوجيا ومجال التحليل الرقمي. ثالث استثمار هتدخل فيه بريطانيا الاستثمار في مجال الصناعات التعدينيه والنفط وخلق قيمه مضافه داخل دول القاره بهذه الصناعات. فالاستثمار كان زي ما قلت في البدايه كان بيقتصر على عمليات الاستخراج فقط دون الصناعه. رابع نقطه الاستثمار كمان زي ما حضرتك تعلم ان دول القاره الافريقيه هي دول زراعيه بالدرجه الاولى، تلتين مساحه القاره زراعيه، فهنا بريطانيا هتخش في الاستثمار في مجال الصناعات الزراعيه. فالقاره الافريقيه هي قاره زراعيه بالدرجه الاولى، بيبلغ الناتج المحلي بيبلغ ناتج الزراعه يتراوح ما بين من 20-60% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي. فلو تم استغلال هذه الاستثمارات في هذا المجال وتحويلها لصناعه ده هيكون كويس جدا لسببين، اولا ان هي هتبدا تزود معدلات التبادل التجاري وتبدا تصنع في افريقيا وتصدر للدول الاخرى. ثاني حاجه هتسد احتياجات هذه الدول من الغذاء. شكرا يا دكتور ايمن، وعلى امل ان شاء الله باذن الله ان يستزيد من علم حضرتك معانا ان شاء الله في الاستوديو قريبا. هاخد من الختام كده، افريقيا فيها موارد بشريه وفيها موارد طبيعيه وكل دول العالم بتسعى لتوطيد علاقاتها بافريقيا، فكان لازم مصر هي كمان تسعى لتوطيد علاقاتها بافريقيا. مصر اهتمت باقتصادها عشان تقدر تتوسع في افريقيا وتوطد علاقاتها بافريقيا. مفهوم رياده الاعمال ومبادرات ما بيننا وما بين اخواتنا العرب وما بيننا وبين اخواتنا في افريقيا، نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي في مصر بشكل ملوش مثيل في اي دوله حصلت قبل كده في العالم. كل المؤشرات بتتحسن، مؤشرات التنافسيه بما فيها الامن والاستقرار بما فيها البنيه التحتيه، كل الحاجات دي تحسنت بشكل ملحوظ جدا. التضخم من 2017 ل 2019 في اقل من سنتين وصل من 30.9 ل 8.9، احنا بنتكلم في 22% نزول. ف يعني ان شاء الله باذن الله القادم افضل لمصر والافريقيا، واقتصاد بكره باذن الله في ازدهار من مرحله لمرحله ومن يوم ليوم باذن الله. الى امل الى لقاء في حلقه قادمه باذن الله ومزيد من الاقتصاد الوطني القوي بإذن الله. إلى اللقاء.